النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض طبق البسلة باللحمة دوت إن شاء الله بإذن الله ينول إعجابكم وينول رضاكم إن شاء الله بإذن الله. هنروح للمقادير بتاعتنا ونشوف ماما دودو عملت إزاي الطبق الحلو بتاعنا دوت بسلة باللحمة. طبعا البسلة ده الموسم بتاعها موجودة، وطبعا أكيد الكل بيفرزها، وأكيد لسه عندنا في الفريزر ما ينفعش نرميها، طبعا هنستعملها. وأنا طبعا كان عندي مفرزة عملتها عشان حرام لما الحاجة تترمي، احنا تعبانين فيها وكمان الحاجة غالية. ان شاء الله نروح لمقاديرنا ونشوف عملناها ازاي. كونوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح السعادة وصباح الفل. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. ازيك يا حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا النهاردة هنعمل شوية ايه بسلة كده عماشي ان شاء الله. بسلة طبعا، بسلة لازم معاها الجزر بتاعي، طبعا معايا اللحمه نص كيلو كيلو اللي انت عاوزاه، طبعا معايا هنا البصل اهوت اللي انا هعمل بيه شوربه اللحمه، وطبعا معايا هنا ماسوره كده زي ما انت شايفه كده بتعزز الشوربه. طبعا السبانخ والبسله والباميه والحاجات دي كلها بتبقى عايزه شوربه دسمه شويه. طبعا معايا هنا للتسبيكه هنا بصل اهي مفريه، ومعايا طبعا طماطم، طماطم مش حمراء قوي طبعا، فهستعين بايه بالصلصه بتاعتي هنا اهيت، ومعايا ملح وفلفل وحبهان علشان الشوربه بتاعتي. طبعا هنروح دلوقتي عشان انتوا عارفين ان ماما دودو دايما ومطبخ ماما دودو بيحب يهضم اللحوم كلها، فلازم ننظم اللحمه بتاعتنا نديها صدمه كده ونقفل المسام بتاعتها عشان تبقى ايه جوسي كده وطريه، عشان كل الكبار والصغار يعرفوا ياكلوها. كنا الاول بنقول عشان الصغيرين، لا دلوقتي الكبار والصغيرين يعرفوا ياكلوا اللحمه. ربنا يا رب يعطي كل من كان يا رب. ان شاء الله باذن الله هنروح في الحله بتاعتنا عشان خاطر نشوف احنا هنصدم اللحمه بتاعتنا ازاي، وهنعمل احلى شوربه. طبعا انا هصدمها، وبعدين انا غاليه الميه بتاعتي في الكتل. هنروح دلوقتي علشان نشوف هنعمل ايه. يلا بينا، الحله بتاعتي هي على النار، هنشوف هنعمل ايه. طبعا معايا هنا الحله بتاعتي وفيها معلقتين سمنه كده بالشكل ده، حله بقى حله ضغط حله عاديه مش مشكله خالص. طبعا اللي هيعمل في حله الضغط مش ايه يحط الملح مع اللحمة عادي خالص، اللي كان في حلة الضغط طبعا يحط الملح مع اللحمة. طبعا زي ما احنا عارفين ان كده عملنا كذا طبقة مع بعض، بنشوف جوه الملح بالنسبة للحمة عشان الملح بيأكل اللحمة تمام كده. طبعا هديها صدمة كده بالشكل دوت، ولما تاخد لون هنرجع مع بعض تاني. طبعا زي حضرتك شايفه كده اللحمه بتاعتي اخدت لون، كانك بتحمريها بالظبط، شايفه زي ما انت شايفه كده خدت لون معايا اهي وغيرت لونها واخدت لسانها. هعمل ايه بقى؟ هحط البصله بتاعتي اهي، البصل اهي. طبعا الزراعه ده طبعا مش هرمي، ده بصل، البصل ده اللي انتوا عارفين. معايا ملح وفلفل وشوية حبايب كده اهو بالشكل دوت، وهجيب الميه بتاعتي المغليه واحطها. طبعا تكون زي الميه بتاعتي طبعا حسب ايه الشوربه وشويه الشوربه اللي انت عايزاهم بالشكل ده كده تمام. وطبعا هي بتغلي اهيت، هحط الماسوره بتاعتي عشان تعزز لي نكهه الشوربه وتبقى ايه نكهه قويه وتبقى سمينه شويه. طبعا الماسوره دي معروفه عن التعريف، في ناس كتير قوي قوي بيجيبوها يعملوا عليها محشي وبيعملوا عليها حاجات كتير قوي تمام كده. ان شاء الله باذن الله لما تستوي هنطفي عليها ونشوفها مع بعض، ونشوف هنضيفها للطبيخ بتاعنا ازاي البسله بتاعتنا. بس انا حاليا طبعا هضغطها عشان انا حطيت الملح، دي حاله الضغط، هضغطها وايه وهنقلها على عين تانية ونرجع علشان نعمل مع بعض التسبيكه بتاعت البسله بتاعتنا. طبعا علشان اعمل شويه بسله طبعا معايا هنا معلقتين سمنه بلدي او ايا كان الماده الدهنيه اللي انت عايزاها. هسقط البصل بتاعي كده بالشكل ده فيها. طبعا التطبيق ده سهل جدا جدا، يعتبر اسهل اكل يعني بتاعي. اليوم اللي بنقول هنعمل فيه اكله شعبيه بنقف كتير جدا طبعا، والكل عارف الكلام ده. وطبعا التطبيق دوت اسهل حاجه. هنمسك البصله بتاعتنا نبدلها، بس هنبدلها يعني عشان ايه؟ عشان الطبيخ ما يبقاش جامد على معدتنا، فاحنا هنبدل البصله لحد ما ريحتها ايه
تطلع معانا كده. وبعدين هنشوف هنعمل ايه بعد كده. زي ما حضرتك شايفه كده وحضراتكم شايفين البصله بتاعتي دخلت دخلت على صفار كده بالشكل دوت ودبلت راحتها وطلعت عليا. هعمل ايه؟ هنزل بمعلقتين صلصه كده بالشكل ده. طبعا الصلصه دي صلصه جاهزه بنزل بيها ليه الاول؟ عشان الصلصه يبقى فيها مواد حافظه. لما بنزل بيها كده الاول المواد الحافظه بتاعتها دي بتروح. تمام كده ان انا بدون تمام. بعمل فيها كده شويه مع البصله والفلفل ما شاء الله تحفه جدا. بعد كده اعمل ايه تاني؟ هنزل بقى ايه بالطماطم بتاعتي بالشكل ده كده واسيبها تتسبك. بس قبل ما اغطي عليها عايزه اقول لكم هعمل ايه معانا. قبل ما اطفي ما اغطي عليها عفوا قبل ما اغطي على الطبخه بتاعتنا اللذيذه دي، معايا هنا فصين توم كده هقطعهم اهوت، فصين توم كده بالشكل ده هقطعهم كده نيين كده عشان بيدوا تيست حلو قوي للكوسه. طبعا مش كل الخضار بتحط فيه توم وبصل في الاول، في خضار بتحط فيه توم وبصل في الاول يتحمر مع بعض زي الباميه وزي السبانخ، لكن بقيه الخضروات كلها بتحط لها التوم ني كده بس مع الصلصه. تمام كده ماما دودو ان شاء الله يكون تمام. نعمل ايه تاني؟ نجيب توابلنا اهو. توابلنا عباره عن ايه؟ ملح وفلفل وكزبره بالشكل ده كده. تمام. هعمل ايه بقى؟ هوطي عليها واسيبها تتسبك مع بعضها على بال ما اللحمه بتاعتي تاخد ايه تلات ارباع سوا في الحله، وهناخدها عشان ايه تاخد الطعم بتاع التسبيكه بتاعتي ان شاء الله. ونرجع مع بعض تاني ونشوف هنكمل ازاي. شايفين ما شاء الله شوية الشوربة، اللحمة ما شاء الله هي استوت تلات ارباع سوا. هحطها عندي في التغذية اهي، التغذية بتاعتي اتسبكت زي ما حضرتك شايفة كده عشان تاخد غلوتين في التغذية بتاعتي. طبعا شايفين ما شاء الله الماسورة، شايفين البصلة كله تمام، وشوية شوربة ما حصلوش اهمت. هنقض اللحمة واحطها هنا وارجع لكم تاني علشان خاطر هنكمل البسلة بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه في الطبخة الجميلة اللذيذة بتاعتنا دي ان شاء الله. كله معي طبعا زي ما حضرتك شايفه كده، اديت اللحمه غلوتين في التغذية بتاعتي. هعمل ايه تاني؟ هجيب البسله بتاعتي والجزر اللي انا قطعته واحطه كده على اللحمه. طبعا البسله فوزن ومش هتاخد سوا خالص معايا، وهديها كبشتين شوربه من الدسمه الجميله دي بالشكل ده كده، واسيبها تستوي كده ونظبط الملح. ما تنسيش تظبطي الملح بتاعك. طبعا معلش انا ماسكه التليفون بايد واحده مضطره بالشكل ده كده. ونرجع مع بعض تاني ونغرف احلى بسله مع بعض. تمام كده اهو، مش اكتر من كده بالشكل الجميل اللي انت شايفاه دوت. وطبعا هنظبط ملحنا ما تنسيش. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما شاء الله مظبوطه جدا جدا باذن الله. هنجربه البسله بتاع ماما دودو دي بطريقه اهل زمان وطبيخ اهل زمان ان شاء الله باذن الله. خليكم معايا عشان نفرغ مع بعض بعد ما تستوي البسله والجزر، ونشوف مع بعض البسله الجميله بتاع ماما دودو دي. ودلوقتي طبعا طبق البسله بتاعي التحفه الرائع اهوت. طبعا بسله يعني رز بشعريه او رز ابيض زي ما انت عايزه، طبعا بستنى البلدي والمستكه ان شاء الله باذن الله طبقي ينول اعجابكم باذن الله ان شاء الله. والف هنا وشفاء للي هياكل، والف هنا وشفاء للي هيجرب. ومن هنا المره الجايه دمتم بخير ودمتم سعداء، واشوفكم في طبخه ثانيه من مطبخ دودو. مع تحياتي ماما دودو للجميع، وشكرا جدا جدا. طبعا اول مره اشوفني ما تنسانيش في اللايك والشير سبسكرايب، وشكرا ليكم جميعا على راسي من فوق. مع الف سلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع طبخه جديده من طبخه ماما دودو من مطبخ ماما دودو. مع السلامه في امان الله وحفظه.